يا اهلا بحضراتكم مره اخرى، شرفني ونورني الكابتن الكبير كابتن حسن مصطفى. كابتن حسن منور الدنيا. ربنا يخليك يا كيمو، وحشني بقالنا كتير، كل بقالنا بنقعد فترات طويله. بس الحلو ان احنا بنتقابل في ايام حلوه. اكيد اكيد طبعا، لما تيجي وانت كسبان واخد بطوله وبتاخد النجمه ال 12 فبتبقى. كنت على اعصابك النهارده ولا كنت متوقع الفوز؟ لا كنت متوقع يعني، بس انا يعني ايه متوقع 1-0 يعني. كنت متوقع النتيجه 1-0، متوقع من ان هي يا اما هتبقى كره ثابته، لان فريق الترجي فريق منظم، معاه مدرب كويس بيعرف يقفل كويس، بيعرف يقرب الخطوط كويس، ودي من احسن حاجه. فريق الترجي فريق جماعي صح، مش فردي يعني. النادي الاهلي عنده ميزه اكتر منه ان هو جماعي وفردي يعني صح. انت بتبقى عندك بيرستاو وحسين الشحات، رضا سليم، امام، حتى قفشه، هتلاقي لعيبه اللي بتنزل التغييرات كلها بتبقى عندهم مهاره فرديه صح. هو نادي الترجي يفتقد المهاره الفرديه او الحلول الفرديه، ما عندوش اللعيب اللي يعرف يصنع الفارق، بس فرقه جماعيه منظمه بالظبط يعني. هي وده شغل مدرب يعني، لازم نقول ان ده شغل مدرب. مدرب بيعرف يوقف لعيبته كويس، بيعرف يقرب الخطوط، يلعب على الكور الثابته، يلعب على اللعب الجماعي يعني. المدرب الترجي قال لك احنا رايحين القاهره عشان ناخد البطوله. هو خدها. خد البطوله ايه؟ بطوله شرفيه. شرفيه. يعني خد المشاركه مع النادي الاهلي. بالظبط. لا يعني هو 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 اكيد دي حرب نفسيه يعني. خليه يعني عارف، هقول موقف كده. كنت انا ساعتها بلعب في نادي الزمالك، مانو جوزيه جه قال لك، واحنا كنا سابقين بخمسه بونت او مش عارف مش فاكر يعني، كنا فارقين عن النادي الاهلي. جه عايز يهد فريق نادي الزمالك، قال ايه؟ معنويا. معنويا قال لك فريق دوت هو شيكابالا بس. فبدات اللعيبه كلها تخبط، بدات الناس تفكر، بدات الدنيا، فدي حرب نفسيه. ودي من الذكاء اي مدير فني تشوف تصريحه، هل هو ده متزن ولا مش متزن، هل تصريحه فيه ايه، ابعاد التصريح ايه. فديت من الحاجات اللي هو شككك، اللي المدير الفني بيلعب في دماغ الفرق الثانيه يعني. مارسيل كولر عامل رن عظيمه مع النادي الاهلي اكيد. بس انت قلت حته كده ان ايه الجيل دوت هيبقى الجيل ايه؟ ميسي يعني. يا تاني ايه؟ انا قلت ايه؟ بطولات افريقيه. وانا بتفرج عليك قلت إيه؟ كان بيلعب في العداد بتاعه داخله بقى. جاي عليا انا. جاي عليا انا. بس هو بصراحه، لا بس هو صراحه الجيل دوت ما شاء الله. الجيل دوت الميزه بتاعته انه عنده استمراريه. عنده بيوصل نهايات. احنا برضو في اوقات كنا بنبعد عن البطوله والاستمراريه. ممكن بعد انا ما مشيت من النادي الاهلي كان في ما بيوصلوش نهايات، في اوقات بيوصلوا، في يطلعوا قبل نهائي. ما كدبتش انا يعني. ايه؟ ما كدبتش انا يعني. لا هو انت ما كدبتش، بس بتلعب في العداد بتاعك. لا ما هو انت الجيل بتاعك كان جيل عظيم جدا، بس انا اقصد ايه؟ عارف انت عشان الجيل بتاعك برضه ايه؟ اللي هو حسن مصطفى ومحمد شوقي ومتعب وابو تريكه وبركات وفلافيو وائل جمعه وعماد، اسماء عظيمه. هو احنا بس فالنوستالجيا، النوستالجيا تخلينا ايه؟ دايما بنقول ايه؟ الجيل ده عظيم قوي. بس الناس دي يعني عشان عايشين معانا وعاملين كل حاجه، ما حدش بيقول عليهم جيل ذهبي خالص. لا جيل يعتبر جيل ذهبي، ودولت احسن لعيبه موجوده في مصر، لازم يتقال كل حاجه طبعا. والواحد بيقول يعني نسي في البدايه مبروك للعيبه والجهاز والجمهور ومجلس الاداره. والواحد سعيد جدا جدا ان النادي الاهلي ونادي الزمالك عمال يفرح الشعب المصري. صح. رغم الظروف اللي بتحصل في البلد، انت برضو عندك حاجه بتفرحك، بتفرح الجمهوريه.